بيقول المثل في المعدة خلوة لا يملأها إلا الحلوى، وأنا بوافقهم الرأي. اليوم حلقتنا مخصصة لكل محبين الحلو. هاي شيف. هاي ملك. بدي اقول لك هالمثل. تفضلي. في المعدة خلوة لا يملأها الا الحلوى. انت كيفك مع هالمثل؟ انا اشوف في حلوى ولا يعني. ما في خلوة حاكل. عادي. في وقت بالحلوى هلا انا بحب الحلوى بس بغير ما اكل. قال ما فيني يعني. بيسألوا لي بتاكل حلوى ولا ما بحب الحلوى؟ انا كثير بحب الحلوى. طب ما شاء الله صحتك من وين شيف؟ ما هي الاشياء الثانية. بس تخيل اذا باكل بعد حلوى. ايه لا الحمد لله ما بتاكل حلو بصير في قطر تترك لي اياه تكري اياه هناك. اليوم حنعمل حلقه عن الحلو بما ان انت بتحب الحلو. حنبلش اول شيء باول طبق اللي هو الزلابي. حناخد بس انه زلابي زلابيا اجنبيه. ايه تقريبا هاي بتنعمل باسبانيا بتنعمل بالبرتغال تسمى تشوروس عاده. حنحط مع ماي حنحط مع زيت. شو بتفرق عن الزلابيا بالبلاد العربية؟ هيدا بتيجي عجينة سميكة. زلابيا بالبلاد العربية هي بتيجي مثل خليط يعني هيك رخو. بإيدينا بنحطهم. هيدا لا بتيجي عجينة قاسية هلا بتشوفي كيف. بس تغلي. فبعدين بترتاح ومنقليها. في أكثر من طريقة للزلابيا بالبلاد العربية صح؟ يعني انت اذا بتعرف الزلابية الطويلة هي زلابية. في المشبك اللي بنعرفه بناكله بحالات الحلو العربي هذا زلابية كمان نفس الطريقة. اللقيمات هي من طريقة الزلابية نفس كله من عائلة الزلابية من نفس العجينة. اوكي لكن حطيت مي وسكر ايه وزيت. اوكي حنحط اكيد معه شوي فانيلا للنكهة بتعطي نكهة طيبة. هلا حيغلو بدنا نغلو بس يغلو حنحط معهم كوب طحين. بنحضر اكيد ملعقه خشب لنخلط العجين مع بعضهم. انت ما بتعرف الزلابيه بتعملها على العيد مزبوط اكثر الاوقات. ايه اكيد. هلا هذه الريسيبي صار حتى في محلات بنيويورك كثير مشهورين فيها. هي الوصفه صار يعملوا هي الوصفه هلا بشوف فيها بس نقطصها بس عاملين يعني مثل اقطاس هو البايبنج باك الكيس البيستري. اوكي الراس من قدام عنده زياده سيلندر بصيروا فاضيين من قلبهم. مزبوط بيحشوها تيراميسو بيحشوها اشياء كثير. كمان عامله صقعه بالعالم. من يا وين اكلت منها يا شيف؟ طيب كثير بس ما تقول لي انه انت عملتيها او ما تعمليها. تسالني اسئله محرجه. انا عم بعملها خايف تخرب معي. كيف انت؟ هلا حنحط كوب طحين. اوكي لما نقول كوب لازم يكون الكوب يكون مليان على القد. ايه يعني الزياده بنشيلهم. اوكي وفي لهذا الكوب نستعمل السكر الزيت اي كله لازم نستعمل نفس القياس. اوكي بنحط هلا هو شوي شوي. قد ايه بنظرك مهم انه ست البيت تكون بتعرف تعمل حلو؟